انه في رجل بشكل يومي ياخد القرار. انا اشوف بقى الناس لما بتيجي تاخد قرار يقرر انه يخوض يوميا، ده قراره اختياره، كم اخطار غير طبيعي. يركب بسكليتة، عجلة عادية جدا، ويبقى تحت تهديد قذائف دبابات ومدفعية وصواريخ وقصف من الطائرات في ليه بقى؟ عشان خاطر يعالج الناس. دكتور حسن زين الدين، هذا الرجل الشجاع الهمام، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلين، اهلا بك. اهلا بيك، تحياتنا ليك. ربنا يحميك ويحفظك. ده احنا اللي شكرا. الله يبارك يعني فيكم ويحفظكم. ما اقدرش اشكرك على موقفك كطبيب، وما اقدرش اشكرك على موقفك كفلسطيني، وما اقدرش اشكرك على موقفك كانسان، لكن لا املك الا ان انا اقدم لك كل الشكر. بعض ما عندكم. العفو العفو. ما لا املك الا ان انا اقدم لك كل الشكر. انا عايز اعرف تفاصيل يومك بتبقى ازاي يا دكتور حسن في ظل كل هذا التهديد وهذه الخطوره الداهمه. والله يا أستاذي، أنا صراحة سكان مدينة غزة حي الرمال، أول ما بدأت، وأنا طبيب يعني مدير مركز الأمراض المزمنة في الإغاثة الطبية في قطاع غزة، بعد بداية الحرب وبداية القصف بدأوا يقصفوا في حي الرمال. اضطرينا أنه بعد التهديد والقصف اضطرينا نرحل من حي الرمال إلى مكان آخر اللي هي مدينة البريج. هذه المدينة تبعد من 12 إلى 15 كيلومتر تقريبا عن مدينة غزة اللي فيها مكان عملي في جمعية الإغاثة الطبية. ومع فقدان الوقود سيارتي ما بتعمل، ما بتشتغلش يعني إلا على البنزين يعني، فبالتالي ما فيش وقود نهائي في قطاع غزة، ومش بس للسيارات وللمستشفيات وللقطاع الصحي والخدمات وكل شيء يعني. فاضطريت أشتري زي ما بتقولوها بسكليتة يعني وأتحرك فيها حتى أوصل مكان عملي. وأنا بصراحة يعني مش صغير في السن، أنا 53 سنة يعني. مسألة أنه أقطع مشوار 15 كيلو متر تحت القصف، وأضطر أحيانا أثناء المرور أمر عن شوارع مقلوبة تماما، أضطر بدل ما البسكليتة اللي تحملني أنا اللي أحمل البسكليتة وعدتي لغاية ما أتجاوز المكان الوعر يعني، وأوصل لشارع الرشيد شارع البحر من خلالها بضل رايح على مكان عمل. صراحة المسألة يعني كلها يعني مخاطر، مش بس يعني مخاطر من ناحية شخصية علي أنا وعلى جميع الناس الموجودين في المكان. حاليا أنا متواجد في رفح من يومين يعني، بعد ما تم قصف المكان اللي أنا كنت لاجئ فيه، هي ورشة حدادة بصراحة لمسايبي، اضطريت أني يعني أقعد في زي كرفانة كده، كونتينر زي ما بيحكوها، كونتينر حديد، انا وعائلتي، انا في السياره وعائلتي زوجتي والاولاد يناموا في الكرفانه دي. لكن المساله كانت في اليومين الاخيرين جدا خطيره، اضطريت يعني ارحل الى مكان ابعد اللي هي مدينه رفح على الحدود المصريه. فهذا باختصار. الآن توقفت الحركة بالنسبة إلي، وصعب علي أوصل بالدراجة الهوائية إلى مكان عملي في غزة لأنه قطعوا الطريق. الآن من عند البريج وشمالا ممنوع الاقتراب يعني ممنوع الوصول لمدينة غزة مكان عملي ومتابعتي للمرضى
وللمرضى اللي في المرضى المزمنين اللي بتعامل معهم، مرضى السكر والقلب والربو الشعبي والمسائل المزمنة. ومعظمهم هذول الناس يعني بيعانوا مشاكل ضخمة جدا، لأنهم ما فيش مجال عندهم أنهم يوصلوا المستشفيات، المستشفيات مكتظة بالحالات الجرحى والشهداء يعني واللاجئين من البيوت المهدمة لجوا إلى المستشفيات ليحتموا فيها يعني. فالوضع كتير قاسي على المريض وعلى مقدم الخدمة الصحية يعني. فكان يعني الحرب هذه هي لأول مرة نشوف هيك صعوبات ونواجه هيك مشاكل للأسف يعني. دكتور أنا مش عارف أقول لك إيه يعني، على قد ما بشكرك على قد ما أنت وأنت عمال بتحكي فأنا قاعد عمال بقول إن قصة هذا الرجل سوف تكون في يوم من الأيام أسطورة وملحمة تروى والله. وبعدين ما تقولش على نفسك كبير، ده إحنا جيل واحد. فأنا أقول دايما إن إحنا الجيل بتاعنا ده إحنا الجيل الذهبي وصحتنا حديد، ده إحنا نشيل عربية على ظهرنا مش بسكليتة. والله والله بدعم الشعب المصري الأصيل اللي دايما بجانبنا في كل المواقف على مر التاريخ. القضية الفلسطينية يعني بصراحة يعني احنا يعني بالنسبة للشعب المصري نتعلم منه العطاء والإقدام يعني. لو حضرتك مكاني كنت حتعمل أكثر مني بكثير، لأنه بصراحة بتعرف علاقة المريض مع الدكتور، المريض المزمن اللي بيجي بكل شهر يشوف الدكتور علاقة صداقة في النهاية يعني. أنا بزورهم في الأعياد وبيجوني على البيت ويعني صارت علاقة وطيدة إلي سنين بتعامل معهم يعني، أكثر من 18 سنة بتعامل مع المرضى هاد. فصعب علي أتركهم وصعب علي أعرف إنهم متواجدين في مدرسة لجوء في الأنر وما معهمش العلاج بتاعهم، ما عرفوش ياخدوه من تحت الردم. فكنت اضطر بالبسكليت اميل عليهم على المدارس واعطيهم العلاجات بتاعتهم على حسب ما يتوفر عندنا في الاغاثه الطبيه ايش المتاح يعني، بس على اساس ما اتركهم بدون علاجات يعني. وبصراحه احكي لك يعني انت لو تركت البلد كمان يومين كلهم حيمشوا بالدرجات الهوائيه يعني، لأنه ما فيش وقود والوضع صعب جدا. فهذه هي المشكلة. وانتو اللي نتعلم منكم البطولة يا سيدي. لا ما تقولش كده دكتور حسن، لأنه حقيقي والله وانت بتحكي أنا قاعد عمال شايف المشاهد في خيالي في مشوارك انك انت تعمل كل ده، وقاعد عمال بقول بالظبط كده احنا ده فيلم سينما، ده ملحمة، ده أسطورة إغريقية، ده اللي في ذهني. أنا بكلمك بأمانة وبقول لك إحنا جيل واحد، أنا بكلمك وظهري واجعني تقول لي أعمل زيك، أعمل مين؟ ده أنا تعبت وعجزت خالص. أنت قدها وقدود. لا أنت البركة كلها. لا الله يبارك. أنت قدها وقدود. أنت قدها وقدود. أحياناً مع الموقف لما الواحد ينوجد في الموقف ممكن يعني تلاقي نفسك يعني بتدور على اي حد تخدمه وتسوي تساعده وتوقف معاه يعني. الموقف نفسه اللي بيحتم عليك وكأنه يعني بتيجي قوة إلهية للواحد كده يعني. ولا أنا من النوع اللي بخاف يعني، مش من بيني وبينك ما فيش فلسطيني بيخاف، خلينا نبقى متفقين على النقطة يعني دي. لكن هو الخوف، هو الخوف وسيلة دفاعية برضو يعني، جزء منه نفسه انه يكون حذر يعني. احنا على احنا أنا يعني. تعالى انا وانت نعمل وعد واتفاق، بما اننا جيل واحد احنا لازم نتقابل. هنتقابل هنتقابل. لا ده انا اللي اتشرف. وهنبقى اصحاب. الله يبارك فيك. او قل ان احنا نبدا صداقتنا من دلوقتي. بيسعدني والله. انا اللي اكون اسعد، وانا اللي اتشرف، واتمنى انها تبقى يعني صداقه مستمره وممتده طالما تمتد الحيوات ما بيني وبينك. ده واحد. اتنين، اكيد اكيد في يوم هنحتفل مع بعض يا دكتور، في يوم والله هنحتفل مع بعض. انا انت اول واحد لازم تكون مدعو للاحتفال معانا بنصر مؤذن. اتشرف طبعا. اتشرف. بـ 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 بـ
بمساندة شعبنا المصري العظيم. أنا أتشرف، أنا أتشرف. يوقف معانا في كل المواقف. مفيش مساندة، إحنا واحد، إحنا واحد. أنا بشكرك قوي جدا خالص يا دكتور، دكتور حسن زين. سمعتوا القصة والحدوتة.